قبل ظهور أي حالات إيجابية بالسلطنة اتخذنا إجراءاتنا بالنسبة للفريق الطبي أو للمجتمع. فبالنسبة للفريق الطبي عملنا محاضرات للتعريف بماهية الفيروس، طرق انتشاره وطرق الوقاية. عملنا تدريب للفريق الطبي بحيث كل واحد فينا يعرف دوره عند التعامل مع أي حالة فيها اشتباه في الفيروس. وضعنا علامات داخل المركز لتقليل الازدحام. خصصنا غرفة لمعاينة أي مريض يشتبه في إصابته بالفيروس. بالنسبة للمجتمع عملنا محاضرات للمدارس، وزعنا مطويات وسوينا ملصقات داخل المركز. وضعنا تعليمات، منها على سبيل المثال عدم دخول المؤسسة الصحية إلا للمريض فقط أو مرافق واحد فقط معه إذا دعت الحاجة. بالنسبة للمرضى من الأمراض المزمنة مثل الربو أو السكري أو الضغط، نبهنا عليهم لا يزوروا المركز إلا في حالة شكوى تحتاج معاينة الطبيب. غير كده ممكن يرسل رقم الملف مع أي شخص لاستلام الأدوية الشهرية. رسالتي إلى المجتمع، أرجوكم ابقوا في منازلكم، الحين الفيروس يغزو العالم كله. تخيل معي أني جيش يريد يغزو بلدك، أنت بتبذل ما في استطاعتك لمساعدة البلد. نحن الآن في حالة حرب مع هذا الوباء. الفريق الطبي هو الجيش اللي يدافع عنك. احنا نقوم بواجبنا بدون خوف، نريد منك فقط تساعدنا بالبقاء في المنزل، لا تخرج إلا للضرورة فقط. في هذه الفترة يفضل الامتناع عن التجمعات والزيارات الأسرية. بالنسبة للأشخاص اللي في العزل الصحي، خصوصا العزل المنزلي، أرجوك 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 لا تخرج من المنزل. اتبع التعليمات لحمايتك وحماية أسرتك وحماية بلدك. ربي ييسر الحال ويبعد عنا كل الأمراض إن شاء الله.